الله يحسن إليك. هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صام 10 ذو الحجة؟ أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ بلغك؟ طيب سؤال: هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الصيام فلا تصوموا؟ أسألك، ما قال؟ إذن ما الذي أخرجه من العموم؟ حديث عائشة: ما رأيته صائما قط، هذا ما رأت لكن غيره رآه. ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول أن الرسول كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد: والمثبت مقدم على النافع. ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صامه، فتدخل في العموم: ما من أيام العمل الصالح. وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين، قد يكون الرسول ما صامها لاشتغاله بما هو أهم، عرفت؟ وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها: إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل هل عمل بها الصحابة أو لا، لأن الأصل أنهم إيش الأصل؟ أنهم عملوا بها. الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا بها. ثم لو فرض، وهو فرض محال، أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول؟ نسأل يوم القيامة، أجب عن قول الرسول، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة، هل يمكن أن يقول: يا ربي لم يعمل بها الصحابة، أو لا أدري هل عملوا بها أو لا؟ لا يمكن أن يكون حجة هذا. لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها ليس بالسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى إنه لي وأنا أجزي به؟ سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على أعقابها فتنقلب خاسئة، ونقول لهذا الرجل: نسألها الأسئلة التي وجهت إليك، هل الصوم من العمل الصالح أو لا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أو لا؟ سيقول لا، وإن قال نعم قلنا هات الدليل، سيقول إنها من العمل الصالح في الصوم، وسيقول لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها، فنقول إذن يجب أن نعمل بها. وهذه بالحقيقة مصيبة، أن يكون الناس قد عملوا على عمل ليس فيه إثم بل فيه أجر، ثم يذهب بعض الناس يخالف ليذكر، فيأتي بما يخالف العادة التي هي أقرب الحق مما قال. المشكلة.